طاولة استثنائية نحتفي بتراثنا السينمائي الغني، نستشرف آفاقا جديدة. ونحن لا نحتفل فقط بالأفلام، بل نحتفل أيضا بالقصص التي تحكيها، الأحلام التي تحملها، والشعوب التي تجمعها. واليوم يظل مهرجان اسكندرية سوقا للحوار، يدعو إلى التسامح والتفاهم بين الشعوب والثقافات، إنه بمثابة رسالة أمل نوجهها إلى العالم، لأن السينما قادرة على تغيير العالم، وأن الحلم واقع أفضل لا يزال ممكنا. في النهاية أنا لازم أوجه التحية لشريف بيه فتحي وزير السياحة، صديق العزيز جدا، وعلى الجميع القائمين على تسجيل هذا الموقف بداخل المهرجان الإسكندرية. وأوجه طبعا تحية لجميع القائمين على المهرجان. الحقيقة أنا ابن هذه البلدة، هي أرض أجدادي، أنا فخور دائما إن أنا اسكندراني وإن أنا جزء من هذه البلدة. والآن تكريم معالي وزير الثقافة دكتور أحمد هانو وتسليمه ميدالية المهرجان الذهبية. La médaille d'or du festival remise au ministre de la Culture, Dr. Ahmed Hanou. And now is the moment of honor to Dr. Ahmed Hanou, Minister of Culture with the Festival Gold Medal.